تمام، يلا كملي. بعد نعم ها، ثلاثة. هي أخطاء في صيغة عامة لأوامر اللغة تحدث عند كتابة الكود بشكل غير سليم، هيبقى اللي هي الأخطاء اللغوية. بعد أربعة. كده في حالة وجود أكثر من عملية لها نفس الأولوية كالضرب والقسم، فإن ترتيب تنفيذها يكون من اليسار لليمين. جميل. من اليمين بمجرد الإعلان عن اسم ثابت في لغة فيجوال بازيك نت دوت نت، فإن هذا الثابت لا يمكن تغييرها أثناء تشغيل قيمة هذا الثابت. أيوة، قيمة. بصي بقى، علشان ناخد الحصة بتاعتنا ونحل تمارين على المحاضرة الجديدة، ما ينفعش نضيع الوقت في إن إحنا نقعد نحل الواجب ونقرأ الأسئلة من الأول. فبعد كده أنا هبعت الواجب وهنحله الأول وندخل نجاوب على طول، يعني 1 17، 2 and 3 كده. تمام، تمام. يلا بقى رقم 6. طلب يتم تخزينه في متغير من النوع هيبقى string. تمام، بعد كده متغير هنا نوع byte. تمام، بعد كده boolean اللي هو من النوع اللي هي المتنوعة، بيانات متنوعة. ناتج تنفيذ الصيغة دي هيبقى 13. تمام. ليه بقى رقم عشان تمانية هنا خمسة، رقم 9 13 ليه؟ هي العلامة اللي هنا دي أس، المفروض يبقى 4 أس 2، اه يبقى المفروض تبقى 4، يبقى 16. أيوة، يبقى المفروض 21. صح كده، تمام. بعد كده تحت خمسة تخصيص كم أصغر أكبر من المدى المسموح به لنوع البيان. أوكي، هيبقى اللي هي أخطاء منطقية. نو، من ايه؟ لما بخصص قيمة أصغر أو أكبر من المدى المسموح بيه، زي ما اتكلمنا كده عن البايت، كانت أخطاء بتظهر إمتى؟ يبقى ران تايم صح، عند تشغيل. أيوة دي. طيب إزاي أميزهم من بعض؟ اللي هي الـ الأخطاء المنطقية يا حبيبتي لما بكتب العلامات المنطقية غلط، اللي هي زي الطرح والجمع والضرب والقسمة والكلام ده كله. خلاص، هنا في علامات منطقية؟ لا، هنا بيقول لي تخصيص قيمة. طب اللغوية بعرفها امتى؟ لو قال لي كتابة يبقى دي لغوية. خلاص، صح تمام. وغلط. من قواعد لا، غلط. بعد كده نتيجة تنفيذ العملية التالية، إذا كانت 2 بيساوي S هي 28. أوكي، يبقى S هتساوي 2، يبقى 4 × 2 = 8، يبقى هتساوي 18 مش 28. تمام، نقوم بالإعلان عن أسماء المتغيرات لمعرفة أسمائهم فقط. لا، غلط، اسمهم وقيمتهم صح. شاطر. بعد كده الكود التالي يتضمن خطأ منطقي. Counted by as a string single. لا، هو هنا مفيش خطأ. كونست باي اس سنجل، هنا دي ما فيش فيها خطأ، دي كلها صح. Counted by as single. هنا ما كتبناش القيمة، ايوه، فيبقى ما حطيتش القيمة. يبقى تمام، ان هو هنا ما كتبناهوش، يبقى خطأ لغوي ولا خطأ منطقي؟ هي عامة غلط، أنا كتبت أصلا الكود غلط، فهو مش هيديني ناتج أصلا، صح؟ مش هيديني ناتج، أنا ما اديتلوش قيمة، يبقى ده خطأ إيه؟ منطقي. تمام. بعد كده بعد تنفيذ الصيغة الحسابية دي يكون الناتج هو دي هيبقى 17. تمام، بعد تخزين القيمة 5 و2 مش متغير من النوع انتر، فأنا عند عرض محتويات هذا المتغير ستجد أن القيمة التي تم تخزينها هي 5. أو صح. طيب عارفة ليه بقى دي صح؟ اقرأي لي ده كده. عشان عند تخزين القيمة 5 و2 من 10 في متغير من ايوه، النوع انتر. 5 و2 من 10، برافو عليك. النوع انتجر بيخزن لي ارقام صحيحة، هنا هو هيخزن 5، مش هشوف الـ2 من 10. تمام، أيوة. 7. بعد كده من أولويات العمليات الحسابية عملية القسمة تسبق عملية رفع الأس. لا، غلط. تمام،
بعد كده يتم احتساب التعبيرات الرياضية بطريقة من المستوى الأعلى في الأسبقية للمستوى الأقل في الأسبقية، صح؟ تمام. بعد كده سببت هي قائمة لا تتغير أثناء تشغيل البرنامج، صح؟ بعد كده الأخطاء المنطقية تحدث بسبب صياغة تعبيرات حسابية أو متجاوزة الخطأ تؤدي إلى إنتاج خطأ، صح؟ الأخطاء المنطقية بتحدث بسبب صياغة تعبيرات حسابية أو منطقية بصورة خطأ تؤدي إلى نتائج غلط. تمام. اللي بعد بعد كده كده الخطأ في جملة التخصيص التالية هيبقى هنا دي بيساوي or، وهنا في علامتين تتحط جنب بعض من النوع ده هيبقى منطقي. تمام. بعد كده ناتج العمليات دي هيبقى هنا 4 ناقص يبقى 1. 2 × 2 = 4. 9 × 3 تريد 3. 4 ناقص 3 1. واحد. كمل اللي بعده. بعد كده صواب الخطأ في الجملة التالية هيبقى concept you name as string، هنا مفيش قيمة، المفروض بيساوي value. رقم 3 كونست اليوزر نيم از سترينج، بيقول الخطأ هنا ايه بقى؟ احط الفاليو واقول له هيساوي الفاليو. طيب اللي بعده. بعد كده يبدأ الإعلان عن أسماء المتغيرات في نفس الكود باستخدام المتغيرات، هي باستخدام داين. تمام. بعد كده بعد تنفيذ المعادلة الحسابية دي يكون الناتج هو هيبقى 3 + 8 هيبقى 11. تمام. بعد كده بعد تنفيذ المعادلة الحسابية دي يكون الناتج هيبقى هنا 9 × 2 = 18 + 12 هيبقى 30. بعد كده برنامج فيجوال بيزك دوت نت يبدأ تنفيذ العمليات الحسابية بالأس. حلو أوي. 5. بعد كده ناتج تنفيذ الصيغة الحسابية هيبقى 5 هيبقى 15 + 9 يبقى يساوي 24. حلو. بعد كده من قواعد تسمية المتغيرات أو سببات في فيجوال بيزك لابد أن تبدأ بحرف أو شرطة سفلى. جميل. عند كتاب القيم التاريخ أو الوقت لابد أن توضع هذه القيم بين علامتي هاشتاج هي أو راح تسمي. تمام. بعد كده نتيجة تنفيذ العملية الحسابية دي هي هتبقى 5 + 12 يبقى هيساوي 17. تمام. بعد كده يعتبر اسما صحيحا للمتغير هيبقى age. بعد كده عدم الالتزام بقواعد لغة البرمجة المستخدمة يؤدي إلى عدم الالتزام بقواعد، هيبقى كل مسبق ظهور ايوه الخطأ وعدم تنفيذ كل مسبق، صح؟ تمام. السؤال الخامس، نفذي بقى العمليات دي. لو كنا احنا بقى نفذناهم كنا قلنا النواتج على طول. أوجد ناتج العمليات. أوكي تمام. أول واحدة هيبقى هنا 9 + 35 على 5 يبقى 9 + 7 هيساوي 16. مين؟ كم بتقولي ايه؟ ما سمعتش. قلتي ايه؟ ما سمعتش. أولا ثانية واحدة بس، هيبقى 8 + 35 هيساوي 15. أولا أنا هفك الأقواس الأول، صح صح؟ 25، مش كده؟ صح بعد كده الأس، صح؟ 2 + 3 كام؟ 23 على 5 بقى 8 يبقى 13. يبقى كام؟ 13. أيوة. رقم 2 بعد هبدأ كده هنا منين؟ 6 بالأس أيوة. والضرب اللي في النص دول يبقى 4 × 3 = 12 يبقى 6 + 12 = 18 18 + 5 هيبقى 23. تمام. 3. بعد كده هنا 3 + 2 هيبقى 9 9 + 6 هيبقى 15.
15. اللي بعده 15. بعد كده 3 زائد 4 زائد هتبقى 3 زائد 12. لا ثانية، أخدتي مين 3 الأول؟ زائد 3 هو الأس، يبقى 4 في 3 ب 12، 12 على 6 هتبقى بتساوي 2، يبقى 3 زائد 2 5. تمام. ترتيب آخر سؤال. بعد كده السطور الآتية تنفيذ الأس أو الحاجة، ثانية واحدة، لا تنفيذ العمليات داخل الأقواس أو الحاجة، سوري. أيوة، الأس دي رقم بعد كده 2. تنفيذ الأس، بعد كده بعد كده تنفيذ عمليات الضرب والقسمة، بعد كده تنفيذ عمليات الجمع والطرح. سؤال سهل جدا، مفيش فيه أي مشكلة. طيب ندخل على الفصل الثاني اللي هو بيتكلم عن التفرع. احنا هنعمل ايه بقى؟ هنفتح كده الأول، هنشرح كده بسرعة الفكرة بس بتاعة الفصل ايه، وهنقول الخلاصة يعني، وبعدين ندخل نشوف الفصل بيتكلم عن ايه، ونشوف بقى الأسئلة اللي ممكن تيجي وأهم النقط اللي احنا هنركز عليها والكلام ده كله، وبعدين هنحل التمارين بسرعة قبل ما محاضرتك الساعة 11، 11 بالظبط، صح؟ ضيعنا تلت ساعة في حل الأسئلة، حل الواجب، لو كنا حلينه كنا في ثواني، صح؟ عقاب. أولا احنا النهاردة هنتكلم عن مين؟ أولا الشير شغال؟ تفاعل شغال الوورد شغال معاكي صح؟ طيب هنتكلم عن التفرع. حلو، بيقول لي بقى ان التفرع ده له اكتر من جملة، له اكتر من ايه؟ من جملة. اولا احنا اتكلمنا عن التفرع في الترم الاولاني واخدناه في خرائط التدفق، وكان بالنسبة لي التفرع في الفلو شارت هو اتخاذ القرار، صح؟ هو اتخاذ القرار، او بختار تنفيذ مجموعة خطوات معينة او اوامر معينة بناء على الشرط ده، أو أنفذ حاجة تانية، صح ولا إيه؟ يعني من الآخر هو سؤال وله إجابتين، يا ترو يا فولس، يا يس يا نو، بناء على الإجابة هنفذ حاجة معينة أو هنفذ حاجة تانية. حلو. طيب أنا عندي التفرع له أكتر من جملة، نشوف بقى أول جملة اسمها إيه. بيقول لي أول جملة اسمها إف زن. يعني إيه إف زن؟ يعني والله اف دي معناها لو، او معناها اذا حصل حاجة اعمل لي حاجة. زين دي معناها بعد ذلك. زين معناها ايه؟ بعد ذلك. يعني ايه بقى؟ يعني الصيغة بتتكتب كده وانا افهمها كده ليا، وبعدين نشوف الصيغة العامة. اف هقول له الشرط، وبعدين هقول له زين جواب الشرط. احنا المفروض اخدنا قاعدة اف دي قبل كده صح؟ في الانجليش تقريبا اخدتوها صح؟ تمام. اف بعد كده بحط الشرط بتاعي، زين يعني بعد ذلك جواب الشرط، يعني نفذ لي امر او اوامر معينه بناء على الاجابه دي بتاعت الشرط ده. لو الاجابه ترو، يعني لو الاجابه يس، نفذ لي الشرط، يعني نفذ اللي بعد زين ده لو هي ترو. طب لو هي فولس، يعني لو لا ما تنفذش حاجه خلاص، مش هينفذ اللي بعد الزين. امال هينفذ ايه؟ هيروح ل end if. هيروح لمين؟ end if. انا عندي السؤال بتاعي له اجابتين، يا ترو يا فولس، يا يا لا. لو هي ترو، يعني لو الشرط اتحقق، هينفذ لي اللي بعد كلمه زين دي. طب لو ما تنفذش او ما اتحققش، هيروح لمين؟ للي بعد end if. يعني لو هي فولس هيروح للي بعد end if. طيب تاني جمله كانت بتقول اف الشرط، وبعدين اقول له زن عشان اقول له جواب الشرط. والله لو ترو نفذها لي، طب لو فولس قول لي إلس. يعني ايه إلس بقى؟ يعني لو لا. هنقول مثال، لو انا مثلا دلوقتي في ثالثه اعدادي وعايز اجيب النتيجه بتاعتي او اشوف الدرجه بتاعتي، قال لي والله ادخلي على موقع الوزاره وادخلي على النتيجه بتاعت الصف الثالث الاعدادي، دخلي رقم الجلوس هيظهر لك النتيجه.
بناء على المجموع بتاعي، لو انا جايبه نص الدرجه، يعني لو المجموع مثلا من 100 وانا جبت 50%، هيقول لي انت ناجح، صح ولا لا؟ طب لو لا، هيقول لي انت ساقط وفاشل وراسب وخلاص اتفضحنا وهناكل العلقه، صح؟ جمله اف زين ديت بستخدمها لما يكون عندي اختيار واحد بس. ايه هو بقى؟ والله لو انت جبت اكبر من 50% او 50%، قولي ناجح. طب لو لا، مش هيعمل حاجه، هيبص اللي بعد اند اف وينفذه. طب هل ينفع يسكت ويسيبني كده اخبط دماغي في الحيطه، ولا يقول لي انت راسب يا حبيبي وفاشل؟ لو هو ترو، نفذ لي الشرط. طب لو لا، نفذ لي شرط تاني، اللي هو هنا اسمه ايه بقى؟ جواب الشرط اتنين. جواب ايه؟ الشرط اتنين. الس دي معناها لو لا، مفهومة كده ولا فيها صعوبة؟ ما تمام. لسه هنشوف الأمثلة لما ندخل في الفصل بتاعنا، بس عايزين ناخد الخلاصة كده عشان نفهم ونستوعب، وبعدين نخش نشوف الأمثلة ونحل ونظبط كل حاجة. أدي الجملتين. لسه عندي جملة ثالثة اسمها السيلكت كيس. اسمها إيه؟ السيلكت كيس. سيلكت كيس دي بتعمل إيه بقى؟ قال لي والله سيلكت كيس دي بستخدمها لما يكون عندي أكتر من اختيار لمتغير واحد. انا استخدمت اف زين لما بيكون عندي بديل واحد بس، اف زين لما يكون عندي اختيارين. طب وسيلكت كيس لما يكون عندي اكتر من اختيار، يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي مثلا جبت في الجامعه مثلا 50%، وانا بجيب النتيجه قال لي مقبول. طب واحد زميلي جايب 65، هيقول له جيد. طب التاني بناء على الدرجه دي هيقول له جيد جدا، هيقول له ممتاز او جيد مرتفع، صح ولا لا؟ انا عندي درجه وليها اكتر من بديل او اكتر من اختيار، هعمل ايه بقى؟ اروح اقول له اف زين، اف زين 20 مره 30 مره. ده غلط، ما ينفعش. سيلكت جيز جات وفرت عليا وقالت لي انت تقدر تستخدم متغير واحد بس يكون له اكتر من شرط او اكتر من اختيار او بديل. هقول له ايه بقى؟ سيلكت كيس، وهنا هقول له اسم المتغير اللي انا عايز اختبره. اسم المتغير وليكن مثلا اكس، وبعدين هقول له كيس الحالة الاولى. هقول له ايه؟ كيس الحالة الاولى، لو هي مثلا 50%، او لو هي مثلا اكبر من 50% لحد مثلا 65. بعدين ارجع تاني احط الكود هنا اهو، اقول له الكود اللي هيتنفذ في الحالة الأولى. طيب خلصت الكيس الأولاني، كيس اتنين، وهكذا وهكذا وهكذا، ثلاثة وأربعة وخمسة وستة. مفهومة؟ ها؟ طيب في حاجة مهمة بقى عايزين نعرفها. أنا وأنا بستخدم التعبيرات الشرطية، قال لي في معاملات للتعبيرات الشرطية بتاعتك. أنت ممكن تكون جايب أكبر من 50، أو جايب أكبر من أو تساوي 50% مثلا، أو الدرجة بتاعتك لو هي أقل من 50%. أنا كلمة أكبر من وأقل من ويساوي ولا يساوي، الكلام ده هكتبه إزاي في التعبيرات الشرطية؟ هكتبه إزاي في الكود؟ هو ده سؤال يعني؟ طب ما ده كلام تافه وعارفينه. هقول لك لأ. العلامة ده أهي اسمها إيه؟ أصغر من ده في الرياضة. في الرياضة دي اسمها أصغر من. ليه؟ لأني في الرياضة بكتب عربي، يعني بقرأ من اليمين للشمال، صح؟ لكن إحنا في الحاسب الآلي بنكتب إنجلش، مش كده؟ يعني بنقرأ من الشمال لليمين. إذا العلامة ده اسمها أكبر أكبر من. حلو؟ طيب طيب العلامة دي اسمها إيه؟ أصغر من أقل من. حلو قوي. طيب دي طبعا اليساوي، ما فيش فيها مشاكل، صح؟ طب لا يساوي بتتكتب ازاي؟ كنا بنعمل يساوي ونحط الشرطه في النص، مش كده؟ الحاسب الآلي ما عرفش احط الشرطه دي في النص، قال لك بقى علامه اللا يساوي بتتكتب كده اهو، دي كده اسمها لا يساوي. حلو. تمام. طيب لو انا عايز اقول له اكبر من او يساوي او اقل من او يساوي، اقول له ايه؟ هنحط دي الأول أهو، تقدري تقرأي لي دي؟ هيبقى أكبر من أو يساوي. برافو عليك. أنا ما أعرفش أحط الشرطة اللي تحت دي بتاعة الرياضة، ما أعرفش أعملها،
يبقى انا بكتب ايه؟ اكبر من واللي يساوي جنبها بقت كده معناها اكبر من او يساوي، ودي اقل من او يساوي، دي اسمها المعاملات المنطقيه او المعاملات المقارنه او عوامل المقارنه. لحد كده الدنيا تمام؟ تمام. نشوف الباقي بتاع الدرس بتاعنا عشان عندنا محاضره الساعه 11 وهنتضرب. شوف بقى الدرس بتاعنا بيقول ايه النهارده. التفرع البرانشنج، قال لي التفرع في خرائط التدفق اللي لسه متكلمين عنه في الفلو شارت كان اسمه اتخاذ القرار او اختيار تنفيذ مجموعه خطوات، مجموعه خطوات معينه او مجموعه خطوات اخرى بناء على اجابه سؤال معين. والله لو حصل كذا اعمل لي كذا، لو ما حصلش يعني لو لا يا تقفل البرنامج وتقف، يا تنفذ لي حاجه تانية لو استخدمت else، يا تنفذ اكتر من اختيار لو سلكت كيس. قال الكود الخاص بالتفرع هو تطبيق خطوات الحل الخوارزمية. لو احنا فاكرين في الترم الاولاني كنت بعمل خريطة تدفق، وقبل ما اعمل الخريطة كنت بعمل خطوات الحل اللي كان اسمها الخوارزمية. انا اقدر اعمل ده دلوقتي عشان يسهل عليا كتابة الكود. على فكرة اكتب خطوات الحل واحولها الكود، هنشوف مع بعض ازاي. قال طبعا مع الالتزام بقواعد اللغة، للتعبير عن التفرع برمجيا بستخدم جمل معينة زي مين؟ زي if then if then else وجملة السيلكت كيس. نشوف أول حاجة اللي هي جملة الإف زين. قال لي الصيغة العامة لجملة الشرط إف زين، ودي مهمة ولازم أعرفها الصيغة العامة بتتكتب إزاي. وعايز أقول حاجة مهمة أوي أوي أوي، الكلام ده هو أنا هحتاجه في سنة أولى سنة. حلو، إحنا أخدنا الجملة الشرطية دي في الإنجلش، وهاخدها تاني في أولى ثانوي وهتكمل معايا. وعايز أقول حاجة مهمة كمان، في أولى ثانوي احتمال كبير لا يدخل لي مدرس في الفصل، حاسب قالي اصلا لا يجي لي كتاب مدرسه ولا يكون معايا منهج ولا اكون عارفه اي حاجه عن المنهج بتاعها. لو انا حتى مش عارفه اي حاجه في المنهج بتاعي وانا فاهمه صح واخدت المنهج بتاعي في ثالثه اعدادي، هعرف احل في الامتحان في اولى سنه على الاقل، يعني نقول كده ثلث الامتحان هننجح يعني هيعدي. هيسألني عن الداين، هيسألني عن الجمل الشرطية، هيسألني عن المتغيرات، هيسألني عن كل الكلام ده مكمل معايا في أولى ثانوي، فنفهم ونتأسس صح علشان نقدر نكمل وإحنا مرتاحين. تمام؟ إيه هي بقى الصيغة العامة لجملة الإف زين؟ أول حاجة بكتب الكلمة المحفوظة إف، بعد كده زي ما قلنا كده الشرط اللي هو اسمه إيه بقى؟ conditional expression، ده التعبير الشرطي. بشيل الكلام ده هو كله وأحط الشرط بتاعي هنا اللي هو مثلا الدرجة بتاعتك بتساوي 50% أو أكبر من أو تساوي 50%، وهنشوف إحنا بنكتب الشرط إزاي وبنحط العوامل المقارنة إزاي. بعد كده بقول له زين، زين معناها بعد ذلك. طب بيجي بعدها إيه بقى؟ بيجي بعدها الكود اللي هو الأمر أو الأوامر اللي هيتم تنفيذها في حالة تحقق الشرط. وده هي بتيجي في سؤال يقول لي كان جاي النهاردة على فكرة لسنة تانية إعدادي في الامتحان عندهم نفس الكلام برضو، الأمر أو الأوامر اللي بيتم تنفيذها في حالة عدم تحقق الشرط. يعني اللي بعد زن ده بيجي في حالة عدم تحقق الشرط؟ لأ، اللي بعد زن ده بيجي لما تكون نتيجة الشرط بترو، يعني لو الشرط اتحقق، يعني لو حصل كذا نفذ كذا. حلو، طب لو ما حصلش سيب الكلام ده كله خالص وروح على end if. ومعانا 10 دقايق بس وهنكمل السيشن بعد دي، او على الاغلب كده اسراء هتاخديها مسجله حبيبتي. حلو، ليه هنكمل وهتاخديها مع اللي بياخدوها مسجله. جمله اف زين بتستخدم في حاله وجود اختيار واحد، ودي حته مهمه ولازم افهمها. يعني ايه يعني بديل واحد بس؟ جمله اف زين بتتكون من اف وبيجي بعدها تعبير شرطي اللي هو زين على سطر واحد، وهفهم يعني ايه على سطر واحد، يعني لازم اكتبهم كده اهو، ما ينفعش انزل سطر واقول له زين، غلط مش هيفهم. يا للسطر اللي بيحتوي على اف زين ده، الامر او مجموع الاوامر المطلوب تنفيذها اذا كان ناتج القيمه بترو. ركز كويس جدا. طيب بتنتهي جميع جمل اف الشرطيه باند اف، وهيجي لي سؤال يقول لي جمل الاف بتنتهي بستوب اف؟ نو، غلط، بتنتهي باند اف. اند اف دي بتخبر بانتهاء جمله الشرط. ملحوظة مهمة، لو كانت قيمة الشرط أو التعبير الشرط صحيح، يعني ترو بينفذ الأوامر اللي بتلي كلمة زين بينفذ ده وحتى اند اف. طب إذا كانت القيمة فولس خلاص بيقف هنا. طب لو أنا عايزاه ينفذ بقى اللي بقى ينفذ حاجة تانية لو بفولس، يبقى أنت كده روح على الـ اف زين else.
نشوف أمثلة. قال لك تعبير الشرطي له ناتج منطقي يا ترو يا فولس، وبيتكون من 3 أجزاء. إيه هما بقى الـ3 أجزاء؟ بيتكون من معامل مقارنة بيسبقوا قيمة مجردة، وهنشوف أمثلة، أو قيمة متغير أو ثابت أو ناتج تعبير حسابي بيتم مقارنته بما يأتي بعد عامل المقارنة. ده شبه كده الجملة، بجملة التخصيص فيها عامل مقارنة وفيها قيمة ثابت أو متغير وبقارنهم الاتنين ببعض، أو قيمة متغير أو ثابت أو ناتج تعبير حسابي. لو اتحقق الشرط يعني إن نتيجة ترو وبيتم تنفيذ الكود، ولو لأ يبقى فولس، مش هينفذ حاجة. المثال بيقول لي F الـ A أكبر من 5، معناه إيه؟ لو قيمة المتغير A أكبر من 5 زين اعمل حاجة معينة، تمام؟ طيب في المثال ده بيقول لي إيه بقى؟ المتغير أو الثابت A والقيمة المجردة هي 5، يبقى أنا بختبر مين؟ بختبر الـ A لو قيمته أكبر من 5، نفذ لي حاجة. طب لو قيمته بـ4 هينفذ اللي بعد زين؟ لا. جميل، إذا كده قيمة الشرط بقت بفولس، مش هينفذ، هيروح لـ end if على طول. معامل المقارنة الموجود بين الطرفين هو اللي بيحدد ناتج التعبير الشرطي. المعامل ده هو اللي بيحدد الناتج، يعني إيه؟ يعني بناءً على ده هعرف إذا كانت ترو ولا فولس. إيه أكبر من 5؟ الإيه معايا بـ4، أكبر من 5 ولا لأ؟ لأ هي فولس، يبقى مش هيتنفذ، يبقى الشرط ما اتحققش. طب الإيه دلوقتي معايا بـ6، إيه أكبر من 5؟ بـ6، يبقى الشرط اتحقق، يبقى هينفذ اللي بعده. مفهومة؟ شوف المثال اللي بعده. اف البي اقل من الاي، وما تلبخش وانا بقرا المعاملات، خلاص احنا عرفناهم، بنقرا من الشمال لليمين. البي اقل من الاي، هنا عندي متغير او ثابت اللي هو البي، والعامل المقارنه المفروض فيه هنا يساوي، يعني ماشي اقل من او يساوي، هنعتبرها اقل، سيبنا من اليساوي دي. قيمه مجرده الاي، هختبر قيمه البي هل هي اقل من الاي ولا لا. لو البي معايا مثلا بـ10 والاي دي بـ20، البي اقل من الاي، صح ولا غلط؟ البي بـ10 والاي بـ20، يبقى صح اقل منها، يبقى الشرط اتحقق، يبقى هينفذ اللي بعد زين. طب لو لا مش هينفذ حاجه، يروح لاند اف. بعد كده بيقول لي اف ال سي لا تساوي الاي ناقص 3 في 2. ايه ده؟ اكبر من واصغر من وشهم في وش بعض كده، معناهم لا يساوي. يساوي يساوي اللي انا قلتها دي بكتبها في جمله ثانيه، معنى سيبنا منها دلوقتي. لما باجي اكتب هنا في الفيجوال بيزك اللا يساوي، بحط اكبر من واصغر من وشهم في وش بعض كده، معناها لا يساوي. المتغير او الثابت هو السي، عامل المقارنه اللي هو ايه؟ لا يساوي. المفروض كنت حطيت هنا لا يساوي، مش عارفه ايه اللي جابها يساوي، ما علينا. قيمه من تعبير حسابي، مين ده بقى؟ الـ A ناقص 3 مضروبة في 2. الـ A ناقص 3 مضروبة في 2، هل الناتج ده هو كله ما بيساويش قيمة الـ C؟ بيقول لي بيكون ناتج التعبير الشرطي ترو إذا كانت قيمة الـ C لا تساوي قيمة التعبير الحسابي. طيب تبقى فولس إمتى؟ لو كانت قيمة الـ C غير ذلك. معاملات المقارنة لا تساوي، أهو أكبر منه وأصغر منه وشهم في وش بعض. اليساوي زي ما هي، أكبر من وأقل من، أكبر من أو يساوي وأقل من أو يساوي، ماشي. طيب مثال المفروض أخدينه في الترم الأولاني اللي هو خريطة التدفق ده، لو إحنا فاكرين. بتقول إيه بقى خريطة التدفق؟ بتختبر هل الطالب ناجح ولا راسب. يعني إيه؟ هختبرها إزاي؟ أولا الشرط بتاعي بيختبر الدرجة اللي هي إكس، هل هي أكبر من أو يساوي 50؟ لو يس قول لي ناجح، طب لو نو اقفل البرنامج خلاص، ما تقوليش حاجة، بلاش فضايح. هحول الكلام ده كله بقى لأكواد، أحوله إزاي؟ ممكن يسهل عليا وأروح أكتب الخطوات كده اللي كنا بنكتبها في الخوارزمية في الترم الأولاني اللي هي خرائط التدفق، ونكتب الخطوات وأحولها لأكواد، ممكن أعمل ده. طب لو أنا طالب فاهم كده، أروح على طول أخد الكلام ده كله وأحوله لجملة شرطية، وأسأل أقول له إف الإكس أكبر من أو تساوي 50، زين اعمل ايه؟ جملة الشرط اللي هي ايه بقى؟ طلع لي رسالة قول لي فيها ناجح. مسج بوكس دي معناها انه يظهر رسالة في البرنامج مكتوب فيها كلمة ناجح. طب لو لا، مفيش لو لا،
هو يا ترو يا فولس. لو هي ترو يبقى ناجح، قول الرسالة ناجح. طب لو فولس اند اف على طول. خلاص لحد كده تمام. عاوز بقى يعمل ايه؟ عايز يعمل لي الشكل ده اهو، هيعمل لي نموذج ويحط لي فيه تكست بوكس ادخل فيه الدرجه، واضغط على الزرار يروح يجيب لي ايه النتيجه بتاعتي، يقول لي انت ناجح ولا رسب. مهم جدا اعرف انا هكتب الكود بتاعي فين. انا هكتبه في البطن. قال لي اكتب الكود بتاعك في الحدث كليك في الزرار اللي اسمه بطن او بطن 1. نفس الكلام اللي احنا بنعمله ده، هحوله لاكواد. ادي الخريطه هحولها لاكواد. هقول له برايفت سب بطن 1 كليك. هعرف المتغير اللي هو الدرجه اللي بيمثل الدرجه دايم الاكس اس سنجل. بعد كده هخصص لها قيمه. الاكس ده هتجيب القيمه من هنا اهو، هتجيب من التكست بوكس ده اهو. هقول له يعني ايه تجيب القيمه من هنا؟ اقول لها والله التكست دي عن النص الموجود في التكست بوكس الموجود في النموذج الحالي اللي هو المين بيشير الى النموذج الحالي. انت جبت القيمه خلاص، اختبرها بقى. اختبر مين؟ اختبر الاكس. هقول له ايه؟ اقول له اف الاكس ده اهي اكبر من او تساوي 50%، اكبر من او تساوي 50. لو هي ترو زين مسج بوكس ناجح، قول لي انت ناجح. طب لو لا زي ما هنا في الخريطه، اقفل البرنامج خلاص، روح لاند اف. لو في هنا اكواد هينفذها، ماليش دعوه بعد كده بقى هو ساقط ولا راسب ولا هو فاشل ولا هو ايه. قال لي انا ممكن اكتب الكود بتاع البرمجه اعتمادا على خطوات الحل اللي هي الخوارزميه زي ما كنا بنقول كده، البدايه ادخال القيمه اذا كان واذا مش عارف ايه الكلام ده كله. اخد الكلام ده اهو واروح احوله لاكواد، ده بيسهل عليا كتابه الكود. تمام. هنا بيقول لي اضغط على اف 5 عشان اشغل البرنامج. ادخل قيم مختلفه واختبري بقى. ما انت حاطه شرط اكبر من او تساوي 50، دخلي مره 30 شوف هيطلع لك ايه، دخلي مره 50، دخلي مره 75 كده يعني، شوف النتيجه هيقول لك ناجح ولا هيقفل البرنامج. طيب هينفذ ايه؟ هيظهر لي صندوق رساله في كلمه ناجح لما دخل الدرجه اكبر من او تساوي 50. قال لي بقى حاجه مهمه قوي قوي، اقدر اكتب جمله الشرط اف على سطر واحد من غير ما اكتب اند اف. يعني ايه الكلام ده؟ عامه انا في الفيجوال بيزك اول لما بكتب اف زين تلقائيا البرنامج لوحده بيروح حاطط اند اف. طيب ممكن اقوم قايله له ايه بقى؟ اف الاكس اكبر من او تساوي 50 زين مسج بوكس على طول هنا، مسج بوكس ناجح من غير ما منزل سطر جديد زي دي كده، ومش هحتاج ان انا اكتب اند اف. طب نشوف الاند اف الس بتقول ايه. معانا دقيقه واحده في السيشن وهيفصل مننا. اف زين الس معناها ان لو انا اذا كان ناتج التعبير الشرط ترو هيتم تنفيذ مجموعه اوامر اللي هو الكود الاولاني. طب ولو لا يعني والا يعني غير ذلك نفذ لي الكود الثاني. طب نقول على المثال اللي فات، لو انت مثلا جبت 50% فيما فوق قول لي انت ناجح. طب لو لا قول لي انت راسب، وافضحني قدام الحاجه والحاجه وهناكل العلقه. حلو كده. بتتكون من اف ثم ياتي بعدها تعبير شرطي ثم الامر زين على سطر واحد. لازم اكتبهم كده على سطر واحد زي دي كده، ما ينفعش اقول له انزل سطر جديد وبعدين زين، غلط.